دونك حنايا بصدد اعطاء الانطلاقه ديال الشطر الرابع من برنامج مرافقه لمواكبه التعاونيات الحديثه التاسيس على صعيد اقليم اسفي. هذا واحد البرنامج اللي كيتم بشراكه ما بين وزاره السياحه والصناعه التقليديه والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنميه التعاون ووزاره الاقتصاد والماليه. هذا البرنامج اللي كيهدف لمواكبه واحد 600 تعاوني على الصعيد الوطني واللي كنقوم به بشراكه وبالتنزيل مع المجمع السري بالفوسفات، مؤسسه المجمع السري بالفوسفات، ومع جامعه محمد السادس المتعدده التخصصات لابن قرير اللي هي غتسهر على التنزيل الفعلي لهذا البرنامج. هذا البرنامج كيشمل مجموعه المحاور اللي غتمكنها التعاونيات من تقويه قدراتها على مستوى التدبير والانتاج والتسويق وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي. هذه المحاور غتهم واحد التشخيص الاستراتيجي للتعاونيات باش نحددوا معهم واحد المخطط ديال التنميه على مدى السنوات المقبله، وتكوين جماعي التعاونيات على حسب الاحتياجات اللي غيخرجوا من هذاك التشخيص، ومواكبه التعاونيات لمده سنتين من اجل انجاز مخططات التنميه ديالهم باش نوصلوا اننا نحددوا واحد التعاونيات متميزه بواحد الفكر مقاولاتي متطور، تعاونيات مبتكره ومبدعه ويمكن انها تطور رقم المعاملات ديالها وتساهم في احداث مناصب الشغل على الصعيد ديال الاقليم ان شاء الله الرحمن. مدينه اسفي احنا عندنا على صعيد جهه مراكش اختارينا 75 تعاونية، في الإقليم ديال أسفي عندنا 26 تعاون. شكرا.